أهلا بكم. نناقش في هذه الفقرة تطورات المذبحة التي تعرض لها جنود حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وأرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز. أستاذ سليم، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة، لأنه حصل في رمضان السنة اللي فاتت 2012 نفس الشيء، بعد الانقلاب العسكري على طول حصل نفس الشيء في رفح مرة ثانية، حصل في دهشور استهداف أيضا مجندين، يحدث بشكل متكرر، لكن هذه المرة الخسائر أكبر من أي مرة سابقة، والمكان بعيد جدا عن أماكن العمليات السابقة زي سيناء والمناطق المحيطة بها، لكن هذه المرة في الوادي الجديد، ما دلالة ذلك؟ هي وكالة رويترز يعني ذكرتنا بأن هذا الحادث جرى قبل 3 شهور وفي نفس هذه السرية، وأن هناك 5 أشخاص ستة أشخاص لقوا حتفهم من هذه السرية على وجه التحديد، وقيل أيضا أنهم مهربين الذين قاموا بعملية مقتل هؤلاء الجنود. لكن هو اللافت حقيقة يعني أنه في كل هذه الأحداث أن الذين يقتلون في هذه الأماكن الوعراء الأماكن البعيدة هم من الجنود أو صف الضباط، لم نسمع على سبيل المثال أن هناك ضابطا لقى حتفه في هذه الأحداث، 25 جندي الذي حدث قبل ذلك في رفح كانوا جنود أيضا وكانوا مجندين. وبالتالي يعني المسألة أنا شايف أنه يجري التعامل مع هؤلاء باعتبارهم يعني أناس غلابة لا يستحقون الرعاية الكاملة ولا يستحقون حتى الحماية الكاملة، وتصبح هذه الأحداث مبرر للسلطة الحاكمة أنها تبرر الجريمة بأن إرهابيين قاموا بقتل هؤلاء حتى يصبح يعني لها صوت مسموع لدى الدوائر الغربية بأنها تحارب الإرهاب في مصر، كما لو كانوا هؤلاء هم يعني ضحايا للسياسات الحكومية التي تديرها سلطة الانقلاب في مصر الآن. يعني أنت في اللحظة الأولى يعني بيان المتحدث العسكري جاء متأخرا في حقيقة الأمر، يعني الحادث قيل أنه جرى في عصرا، وكالات الأنباء نشرت هذا الخبر باعتبار أن مهربين هم الذين قتلوا هؤلاء الجنود. بيان المتحدث العسكري جاء متأخرا وجاء ليتحدث على أن إرهابيين هم الذين قاموا بهذا الأمر، وعلق التهمة في رقبة هؤلاء الإرهابيين. الرئاسة قالت أنها سوف تتصدى لهذا الإرهاب. طوال الوقت نحن لدينا حديث فيه إسهاب على التصدي للإرهاب في الوقت ذاته، لا تتوقف هذه التفجيرات ولا يتم القبض على الجناه الحقيقيين. يعني طوال الوقت نحن لدينا جناه يجري الزج بهم في السجون في قضايا يعني لا يعرفون عنها شيئا. لدينا محمد بكري هارون الذي اعتقل يعني قبل تفجيرات القاهرة وقبل تفجيرات المنصورة، ومع ذلك جرى الحديث على أنه هو الذي قام بكل التفجيرات التي جرت في مصر في الوقت الذي كان فيه في السجون. يعني طوال الوقت يجري الحديث على تنظيم بيت أنصار بيت المقدس، ولا نستطيع أن نمسك يعني دليلا على وجود هذا التنظيم، ولا نستطيع أن نمسك أو هم ولم يقدموا متهمين حقيقيين على هذا على وجود هذا التنظيم. احنا معنا أيضا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء عادل سليمان، عبر سكايب عفوا، مدير منتدى الحوار الاستراتيجي. اللواء عادل سليمان، هذه المنطقة هي منطقة تهريب سلاح، هي قريبة من الحدود مع ليبيا، هي قريبة من المناطق التي يتخذها عادة مهرب السلاح طريقا لهم. على أي أساس خرج المتحدث العسكري أو الخبير الأمني أو المدير الأمن ليقول أنه علشان كان فيه راية عليها القاعدة في إحدى العربات فإن هؤلاء جماعات إرهابية؟ يعني بعيدا عن مثل هذه التبريرات البسيطة والساذجة، كما حتى لو كانت جماعات من العصابات المنظمة والمهربين فليس بالصعب عليهم أن يرفعوا رايات سوداء أو أي علامات للتدمير. هذا أمر يعني بعيدا عن التحليل العلمي والمنطقي، ولكن اسمح لي أريد أن أنظر الأمر بنظرة أكثر مهنية نظرا لخطورة مثل هذه الحوادث التي تكررت أكثر من مرة. من الواضح باختصار أننا أمام طرفان، هناك طرف العصابات المنظمة المسلحة التي تقوم بهذه العمليات الإرهابية لخدمة مصالحها في أعمال
التهريب المختلفة للسلاح والمخدرات وما إلى ذلك، وهناك جانب قوات حرس الحدود نفسها المنوط بها تأمين هذه المناطق. فيما يتعلق بجانب هذه العصابات، من الواضح خلال الفترة الماضية في بضع السنوات القليلة الماضية أن كان هناك انشغال تام من أجهزة القوات المسلحة وأجهزة الأمن بالشعب العام وبالمعترك السياسي، مما أتاح الفرصة لمثل هذه العصابات لكي تنمو وتتضخم وتصل إلى هذه المستويات من الجرأة ومن التسليح ومن القدرة على الحركة. الجانب الآخر أن حصل نوع من أنواع الاسترخاء فيما يتعلق بأعمال هذه القوات التي لها واجبات محددة، لها منوى الأساسي تعمل على أساسه، لها تنظيم. هذه القوات قوات حرس الحدود هي طبيعتها أن تعمل في هذه المناطق النائية والمناطق المنعزلة، ولكن لديها أيضا نظام الإنذار، لديها أيضا نظام النجدة، لديها أيضا نظام الخدمة والحراسة والتأمين. أين كل هذا؟ كل هذا من الواضح أنه حدث به تراخي كبير. هذا ما نحذر منه دائما، انشغال القوات المسلحة بالشأن العام وبالشأن السياسي هو خطر على القوات المسلحة نفسها وخطر على الوطن. هذه هي التحليل الطبيعي العلمي لهذه الجريمة. هناك جانب جريمة بالفعل حدثت، هناك جانب إجرام حدث، هناك جانب إهمال أيضا وسوء تصرف من جانب المسؤولين عن تنظيم. طيب ما هي الإجراءات الطبيعية التي كانت تتخذ في السابق في أيام مبارك أو في أيام السادات حينما يكون هنالك تتكرر هذه الجريمة ويكون الجيش أو جنود الجيش الغلابة اللي هم مجندين بيقضوا فترة تجنيدهم هم الضحية دائما، ويتكرر ذلك 4 أو 5 أو 6 مرات في أقل من سنتين؟ هذا هو ما أريد أن أصل إليه، هو حالة الاسترخاء والانشغال والبعد عن الكفاءة العسكرية والاحترافية. هذا ما نطالب به لصالح قواتنا المسلحة وليس ضدها. عندما نطالب بابتعاد القوات المسلحة عن المعترك السياسي وعن الشأن العام، نحن نكون حريصين على قواتنا المسلحة. هذا ما يحدث في مثل هذه الظروف، هذا التراخي، هذا النسيان لقواعد الخدمة، هذا النسيان والإهمال في أسلوب تنظيم الحراسات وأسلوب متربة القوات وأسلوب. لكن هو المسألة فقط مش انشغال، في إهمال واضح سيادة اللواء، كمان في إهمال. من يتحمل مسؤولية هذا الإهمال؟ هذا الإهمال تتحمله القيادات على كافة المستويات، من القيادات المباشرة التي لا نجدها ولا تسأل أبدا، كما أشار ضيفك الكريم أن الضحايا جنود وضباط صف، الضحايا اعترافا جنود وضباط صف. أين القائد المسؤول عن هذا الموقع؟ هذا العدد الكبير يعني أننا أمام وحدة لا تقل عن فصيلة أو أكثر، أي أن لها قادة ضباط. أين هم هؤلاء الضباط؟ وما هي تدابير الخدمة؟ وما هو أسلوب التفتيش والمرور على هذه الوحدات؟ وما هو أسلوب التدريب؟ وما هي جداول الخدمة؟ أين أساليب الإنذار ووسائل الاتصالات الحديثة المتوفرة لدى قوات حرس الحدود؟ أين طلب النجدة والمركبات السريعة رباعية الضفة وطائرات الهليكوبتر؟ أين هذه المنظومة كلها؟ التراخي العام ينعكس على كل أفرع وحدات القوات المسلحة. وإزاي يكون في تراخي؟ هو مصر مش هي مصر مش في حرب على الإرهاب، إزاي في تراخي؟ يعني إزاي يبقى بلد بتعلن إن هي في حرب على الإرهاب وعندها تراخي عسكري؟ لأن مفهوم الإرهاب للسلطة هي المظاهرات والتظاهرات الموجودة في الشارع، هي المعارضين للسلطة، هي كرمة الجامعات. ولكن الإرهاب الذي يمثل خطرا حقيقيا على الدولة وعلى أمنها وعلى تماسكها هي العصابات المنظمة المسلحة التي تستغل هذه الظروف ولا يلتفت إليها أحد. هذا هو القصور الأساسي. طيب أستاذ سليم عزوز، ما طبيعة الجماعات التي يمكن أن تكون
قد انخرطت في هذا، هل هي فقط هذا سبب التسريب؟ مش وارد يكون في ايضا جماعات اسلاميه تريد ان تشتت انتباه الجيش المصري اللي هو بيقول انه بيخوض معارك في سيناء ضد الارهابيين؟ انا صعبت تماما فكره ان يكون هناك جماعات دينيه هي التي تقف وراء هذه الاحداث. من طبيعه هذه الجماعات انها عندما تقوم بعمل من الاعمال انها تصدر بيانات، لانها لا تقوم بعمل سريه مبكرا، ما زال الوقت مبكرا يعني قد تصدر في بيانات في الوقت، يعني هذه طوال الوقت طوال العمليات السابقه كانت حتى البيانات المنسوبه الى ما يسمى بتنظيم انصار بيت المقدس لم تكن هذه البيانات صحيحه ولم تكن دقيقه في الوقت ذاته. يعني انت لديك، يعني المدهش جدا في هذه الازمه ان لديك حاله من عدم الاحتراف وعدم المهنيه، والفهلوه هي الغالبه عندما يعلن مدير المنطقه الجنوبيه العسكريه بانه منظمه بان منفذ الهجوم جماعه تكفيريه، هكذا اعلن دون دليل. يعني والدليل صنعه عندما قال ان منفذ الهجوم جماعات تكفيريه إرهابية. يعني أولا يعني لأن إحدى سياراتهم كانت تحمل علم تنظيم القاعدة، يعني أنا لم يبقى لنا إلا أن يقولوا قد عثروا على منفذي الهجوم على كرنهات موقعة من أسامة بن لادن. يعني طيب، نحن أمام حالة حقيقة يعني من التهريج وعدم الاحتراف. نحن معنا أيضا أحد أهالي الفرافرة وربما تكون لديه معلومات عن الهجوم، معنا عمر حسان من الفرافرة في الوادي الجديد. عمر أهلا وسهلا بك، ما هي المعلومات المتداولة لديكم عن هذا الهجوم؟ في بداية هذا الهجوم وقع بعد العصر في وضح النهار، يعني أرسل جنودنا على الحدود استغاثات من بعد وقع الهجوم، ما كانش كلهم ماتوا لسه، كان في مصابين أرسل استغاثات لم تتم الاستجابة لهم إلا بعد حوالي بعد المغرب، والاستجابة الفعلية كانت بعد العشاء لما اتحركت قوات. طبعا اللي ماتوا كلهم ماتوا، وهي سرية عبارة عن 25 واحد، سرية 25 واحد في الكيلو 100 على طريق الوحدة البحرية الفرفرة. ماتوا 24 وواحد بس هو اللي على قيد الحياة مصاب. يعني الاستغاثات لم يتم الاستجابة ليها بدون سبب مفهوم. الاستغاثات دي كانت كثيرة انها على الاقل تتبع المجرمين في واضح النهار بعد العصر، كان ممكن من سهولة جدا ان انت تقبض على المجرمين في الصحراء، لان الصحراء فندم مترمات الاطراف على الحدود، ما فيش اي حاجة يستخبوا فيها. دي نقطة. النقطة الثانية، وكان كانوا حسب وكالة الاسوشيتد بريس انه كانوا 20 عربية، 20 عربية، يعني قافلة كبيرة صعب انه تخطئها حتى العين المجردة. فعلا يا فندم، حتى لو عربية واحدة مستحيل، ده في الصحراء ما فيش حاجه تتخبى فيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، واللي يقطع الشك باليقين عن طبيعه مرتكبي هذا العمل، ان من شهر ونص تم تنفيذ هذا العمل بنفس الطريقه وفي نفس المكان من اشخاص، المتحدث العسكري نفسه ذكر ان دول مهربين. وكانت الاسباب اللي قاموا بها، يعني اللي دفعتهم لهذه العمليه من شهر ونص، ان هم بينتقموا لاحباط عمليه التهريب. فاذا يعني القوات المسلحه لم تعد هي تتحمل مسؤوليه، لان ده من شهر ونص حصل يا فندم نفس الحادثه في نفس المكان بنفس الاليه بنفس الاشخاص. كان على القوات المسلحه انها تكون جاهزه لهؤلاء المهربين اللي هم يعني يبدو ان هم صاروا يجاروا في المنطقه واحكموا قبضتهم عليها، لدرجه ان هم للمره الثانيه في اقل من شهرين يقتلوا جنودنا على الحدود بهذه الطريقه وبدون اي رد يعني واضح، ولم يتم الاعلان عن منفذ، يعني لم يتم اعلان القبض على مرتكب العمليه الاولى وهو من نفس مرتكب العمليه الثانيه. وبذلك يقطع الشك باليقين عن طبيعه المرتكبين، يعني ما فيش حاجه اسمها جماعات ارهابيه او تكفيريه، لان هم مش هيقدروا، لان هم بالفعل قتلوا ثلاثه من المهربين سقطوا وهويتهم غير معلومه، ولكنها يعني لم تعلن ان هم تكفيين او طيب، من هذا القبيل. اشكرك شكرا جزيلا عمر حسان احد اهالي الفرافره، وقد حكى لنا ما يعرفه عن هذا الهجوم وعن الهجوم السابق الذي حصل قبل شهر ونص. وقال المتحدث العسكري انه انتقام من مهربي السلاح من الجيش لانه يحاول منع هذه العمليات حسب المتحدث العسكري. في خبر عاجل الان، هنالك تفجير استهدف خط الغاز الواصل او الموصل الى الصناعات الثقيله في وسط سيناء وتشتعل به الان السنة اللهب. أعود مرة أخرى إلى اللواء عادل سليمان، حينما يطلق المجند أو الضابط الصف أو أي أحد أفراد حرس الحدود نداء استغاثة،
المفروض يكون الاستجابة ليه بعد قد إيه؟ لا، الاستجابة بتكون سريعة جدا، لأن هناك سلسلة من النجدات وسلسلة من الاحتياطيات المتتالية من عربيات سريعة، رباعيات الدفع على مسافات متتالية ومتقاربة في شكل شبكة مترابطة. هناك حتى طائرات هليكوبتر تكون جاهزة من قيادة المنطقة الجنوبية ومن قيادة القيادة الجوية للمنطقة الجنوبية. كل هذا موجود في منظومة متكاملة. الحقيقة نحن لا نتحدث عن جانب أن هناك إرهابيين وهناك مجرمين وهناك عصابة إرهابية بشكل أو بآخر ارتكبت هذه الجريمة، ولكن هناك جانب آخر وهو جانب القوة الكاملة التي كان منوطا بها تأمين هذا الموقع. ماذا فعلت وماذا كان رد فعلها وما هي درجة استعدادها وما هي استدامة القيادات المتتالية للتعامل، خاصة وأن هذه المنطقة مستهدفة. إذن هناك درجة استعداد يجب أن تكون مرتفعة في هذه المنطقة. أنا أشير إلى طيب أن إيه معنى أن الاستغاثة تكون قبل المغرب، يعني بعد العصر لما وقع الهجوم، ثم لا يكون هنالك استجابة إلا بعد المغرب، بعد ما خلاص حل الظلام واللي هرب هرب واللي مشي مشي؟ هذا يعني أن هناك قصور واضح في هذه المنظومة، هناك إهمال وتراخي واضح في هذه المنظومة الأمنية الخطيرة. قوات حرس الحدود واجبها الرئيسي هو في وقت السلم وليس في وقت الحرب. إذا هي في حالة حرب مستمرة عندما يكون الدولة في حالة سلم، طبيعتها أن تكون درجة استعدادها مرتفعة بصفة مستمرة. عندما أتحدث عن الكفاءة العسكرية والحالة العسكرية، هذه حالة غير ملموسة ولكنها تعم كل الأفراد. عندما يكون هناك روح عامة بالانشغال عن الواجب الرئيسي للقوات المسلحة بصفة عامة، تحدث هذه الحالة من التراخي وعدم الاهتمام بالواجبات القتالية الأساسية. هذا الكلام ليس جديدا على قوات حرس الحدود ولا مسلحة ولا على برامج تدريبهم ولا على الأوامر المستديمة في كل هذه النقط والمواقع، ولكن التراخي يحدث عندما تعم حالة من التراخي باعتبار أن القوات المسلحة لم يعد هذا هو دورها الرئيسي. أرجو أن تبقى معي سيادة اللواء، عادل سليمان. نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه تعليقاتهم على هذه المذبحة للجنود المصريين في الوادي الجديد. تفضل عمر. عدة تعليقات جاءتنا حول هذا الموضوع. بداية أسماء توفيق تقول: أما الجيش يسيب المهام الأساسية الموكل بها ويضرب ويقتل ويحرق في الشعب، دي النتيجة بدل من أنه يقعد وينقش كحك. كما تقول أسماء توفيق: تقصد تدخله في الحياة المدنية أكثر من اللازم. أيضا أحمد يقول: هل عدم الكشف الواضح عن مرتكبي هذه الجرائم هو انشغال من السلطة عن التحقيق فيها، أم أنها لا تريد الكشف عنها لأنها فيها رابط مشترك بينها وبين هذه الوقائع؟ تعليق أيضا لهاجر خالد تقول: لبسها لأي إخواني، مش قد شيلة يا سيسي ما تشيلش، فين كلام لميس دلوقتي؟ ولا هي ما قدرتش تلوم السيسي على كده، راجل ملوش دعوة بالموضوع. إسلام أيضا يقول أن هذا الحدث هو للتغطية على رفض القافلة التي توجهت إلى غزة. آخر التعليقات لسيف يقول: هذا الحادث دليل على براءة حركة حماس من كل الجرائم التي حدثت في مصر لأنها مشغولة الآن، والمستفيد من يريد أن يعي أو يبعد أنظار المصريين عما يحدث في فلسطين. إليك زين. شكرا جزيلا عمر فياض، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ سليم عزوز. هل كل هذا فعلا نتيجة طبيعية لانغماس الجيش في الحياة السياسية؟ بالضبط، يعني هو الجيش ترك مهمه الرئيسية. أنت الآن أمام حاجز يعني جرى المرة الثانية، يعني المرة الثانية منتهى، يعني مهما كان فاعله سواء يعني جماعات إسلامية، جماعات إرهابية، جماعات يعني أي حاجة، لكن في نهاية الأمر عندما يكرر نفس الجريمة وفي نفس مع نفس السرية وفي نفس المكان، أعتقد أنه في حالة من الاستهانة الكبرى بهذه القوات، ولعلمه أن هذه القوات لا تقوم بواجبها المنوط بها القيام به. يعني أنت الآن لديك هذا، والغريب في ده أنه يحدث هذا الحادث
وتقريبا كلنا نسينا هذا الحادث، ولم يتم إلى الآن القبض على الجناه الذين قاموا بارتكابه. أنت الجيش عندما انغمس في الحياة العامة، عندما جاء ليحارب المتظاهرين، عندما نزل لكي يبيع الكعك في المجمعات الاستهلاكية، كان هذا ينبغي، كان الحديث يتم على أنه ده نتيجة أنه عنده فائض وقت، عنده فائض قوة، عنده فائض مال، من أجل هذا نزل إلى الحياة العامة. لكن تبين أنه هذا جرى على حساب ذاك، أن هذا جرى على حساب وضعه الطبيعي وعمله الطبيعي. ونحن يعني للأسف الشديد لا يوجد لدينا دليل على أن الأزمة الحقيقية في أن هؤلاء أساءوا إلى الجيش أكثر من مثل هذه الحوادث التي يعني تحدث اليوم فننساها، ثم تحدث حادثة جديدة فننساها، ولم يتم القبض على أي جاني، على أي فاعل حقيقي لكل هذه العمليات التي جرت ضد الجنود. حتى لما قالوا أنه الرئيس محمد مرسي هو الذي منع الجيش من القبض على الذين قاموا بقتل جنود رفح، الآن أصبحوا مطلقي اليد، يعني فليتحرك الجيش وليلقي القبض على هؤلاء سنة كاملة، ولم يتم أيضا القبض على الذين قتلوا في عهد الرئيس محمد مرسي وكان يتهم بقتلهم أناس يتبعون إلى الجماعات الإسلامية. وما زال كل في موقع، بل بالعكس هنالك من تم ترقيته إلى منصب رئيس، ومن تم ترقيته إلى منصب رئيس أركان، ومن تم ترقيته إلى منصب وزير دفاع. لكن بالعودة إلى الخبر الذي أذانه قبل قليل عن تفجير لخط الغاز الموصل إلى منطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، معنا عبر الهاتف من هناك الصحفي عبد الله أحمد. عبد الله أهلا وسهلا بك، ما هي التفاصيل؟ تفضل يا عبد الله. عبد الله أحمد أهلا وسهلا بك، ما هي تفاصيل هذا الخبر عن تفجير لخط الغاز الموصل لمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء؟ عبد الله أحمد، عبد الله لا يسمعنا. لكن أعود مرة أخرى إلى اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي. سيادة اللواء، يعني خلاص الجيش وصل المرشح بتاعه للسلطة برئيس، المفروض ان هو مش منشغل ولا حاجه بالحياه السياسيه، في رئيس دلوقتي وفي حكومه وفي شرطه هي اللي بتتعامل، ايه اللي شغل الجيش بتاعنا دلوقتي؟ يعني هو صحيح عنده عمل قوات عند ايلات على الحدود مع سيناء، هل المعركه في سيناء تستهلك كل هذا الجهد من الجيش بحيث ان هو يغفل عن المناطق الاخرى لا سيما المناطق المتاخمه لليبيا حيث ياتي معظم السلاح الذي ينتشر في مصر الان؟ لا، الامر ليس مرتبط بوصول المشير القطاع السوسي الى شده الرئاسه فينتهي الامر. الجيش لم يخرج من المعترك السياسي ولم يخرج من الشارع حتى يومنا هذا، ولم يخرج ايضا من الحياه العامه بكل تفاصيلها سواء كانت سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه او ثقافيه حتى. هذا الانشغال يمثل حالة عامة تسود القوات المسلحة وتنعكس على الروح العسكرية، هذا ما أقصده، الروح العسكرية التي تنعكس على الروح القتالية لطبيعة القوات المسلحة. القوات المسلحة ليست سلعة يمكن أن نشتريها عندما نحتاج إليها، القوات المسلحة هي تكوين متراكم يعيش في جو ومناخ معين، هو مناخ التدريب وأداء المهام القتالية. عندما ينشغل بأشياء أخرى تسود هذه الروح وهذه الحالة بصفة عامة. من يرتكب هذه الجرائم فلنسلم أنهم تكفيريين ومجرمين وإرهابيين وجماعات متطرفة، فلتقبضوا عليهم ولنعزمهم في ميدان عام، ولكن المنيط بهم التأمين والحراسة وأداء مهامهم القتالية في حراسة وتأمين حدود الدولة. ماذا كانوا يفعلون وكيف كانوا يؤدون مهامهم في ذلك الوقت وفي هذه الظروف التي وقعت فيها هذه الحوادث الإرهابية؟ شكرك، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا. ماذا كانوا يفعلون وما هو مستوى تدريبهم وما هو مستوى استعدادهم القتالي وما أشكرك. هي درجة حالاتهم وكفاءتهم العسكرية؟ أشكرك، شكرا جزيلا. اللواء عادل سليمان، أشكرك، شكرا جزيلا. اللواء عادل سليمان مدير منتدى الحوار الاستراتيجي معنا عبر سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك. تعليق سريع من الأستاذ سليم عزوز. الاول انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ لانه الزمالك فاز على اسمه. لا ده ولا ده. طيب تعليق سريع، يعني
برضو يمكن يكون أنه طبيعة الأخطار الآن التي تواجه الجيوش مختلفة عن الفترات السابقة وجيوشنا مش مهيئة لذلك. لا هو انت لا تخوض حرب كبرى ضد جيش قوي ولا تخوض حرب ضد اسرائيل، انت مطلوب منك ان يعني تحافظ على الحدود، ان تحافظ على ان تواجه حرس الحدود، ان يواجه هؤلاء المهربين وغيرهم. لكن الشاهد الان يعني طوال الوقت ومنذ بدايه هذا الانقلاب كان الحديث من قبل الخبراء العسكريين انهم يحذرون من تغير عقيده الجيش نتيجه احتكاكه بالحياه العامه. انت الان سالت اللواء عادل سليمان ايه اللي شغل الجيش فقط، ليس فقط انه وصل مرشحه الى الرئاسه انما هو يستهدف انجاح هذا المرشح، وانه هو طوال الوقت عنده فكره قديمه انه الاخوان المسلمين نجحوا بالزيت والسكر فهو يريد ان يكرر نفس القصه. الجيش الان مشغول، لا هو دلوقتي بيجيب كحك بالضبط، يعني ترقت المنتجات واصبح الكعك والغريبه. شكرا جزيلا، وقلوبنا مع اهالي هؤلاء الجنود وضباط الصف الذين قتلوا غيله في الوادي الجديد. مشاهدينا ما زلنا معكم في مصر الليله، لكن اريد ان اشكر ايضا ضيفي في الاستوديو الاستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي، واشكر اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجي. وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. في ذكرى مرور عام على مقتل فتيات المنصوره، القاتل لا يزال طليقا، ونشطاء وحقوقيون يدشنون حمله دوليه للضغط للافراج عن كل المعتقلات في السجون تحت عنوان قضيه 80. تسلم